السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير. دايرين مع شي برد وشتا؟ حنا عندنا برد، البرد بزاف، السميق واخا بنهار كاينه شويه شميشه، ولكن في الصباح بكري ومن مورا العصر كيطيح واحد البرد، يمكن الثلج كاين في الجبال اللي دايرين بينا. مهم، الحمد لله على كل حال. اليوم الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم واحد المحل كاين غير هنايا في الحي اللي انا كنسكن فيه، حي بوجراح هنا في تطوان. هذا المحل كيبيع المواعن لمستعملين، هما ديال برا مستعملين، يعني المواعن كنت ديجا وريت في فيديوهات سابقه، الاتات والثلاجات، ومهم الاتات يعني الكبير حتى هو مستعمل ديال برا. دابا هذا المحل كيبيع غير المواعن، يعني المواعن اللي صغار، الديكورات، المواعن بحال الكيسان د اتاي، كيسان د الماس كيكون عنده حتى كيسان د القهوه، يعني الطاس والسوطاس ديالو، الكيسان ديال المناضه، الكيسان د العصير، شنو اخر، المعالق، الفراشط، السوينيات كيكونوا لي بلاطو، شنو اخر كيكون، المقالي كيكونوا عاوتاني طنجرات، يعني كويميلات صغار. كل مره شنو كيكون الصراحه عنده، بعض المرات كيكونوا عنده حتى الالات الكهربائيه اللي كنستعملوا في الكوزينه، ولكن هذا ديال الالات الكهربائيه من بعد خاص غير بالالات الكهربائيه، هذاك غنخليه مره اخرى ونعمل لكم محل اخر، يعني ماشي هذا المحل. هذا ما كيكونوش عنده الالات الكهربائيه بزاف، غير شي حاجه قليله. المهم قبل ما غادي نوريكم الفيديو او لا المحل، الفيديو حيت انا صورت ديجا عنده، قبل ما نوريكم المحل نوريكم شنو انايا خديت من عنده، والاسمنه كيكونوا رخاص يعني ما ماشي غاليين. هادشي انا عامله خديت من عنده هذا الطبيسيل، هذا ديال البيض، شوفوا ديال الدجاج، مزيون 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 بزاف. هذا خديته ب 12 درهم، يعني عمري ما شفت شي محل يعني في الجديد كيبيعوا بحال هذا، بحال هكا، يعني فيه هذه ديال البيض، كاين ديال البورسولين موجودين، ولكن هكا الزاج ما عمرني لقيته. والصراحه انا عندي واحد سيرفيس ديال الدجاج، كل مره كنشري حاجه باش درت السيرفيس ديال الدجاج. قلت لكم هذا واخده 12 درهم، فايته واخده هاد الكيسان، هادو صراحه خديتهم شحال هادي، ماشي هاد المره الاخيره، هادو 5 دراهم الواحد، كيكونوا عنده حتى الكبار، هادو ديال لاكلاص، كيكونوا عنده حتى ديال المناضه والعصير. المهم عنده بزاف المواعن وطبعا رخاص، يعني اثمنه مناسبه، غير هو اشنو ماشي دائما كيكون فاتح، لانهم هما هذوك الناس مواليه اللي كيبيعوا فيه هما نفسهم اللي كيمشيو كيجيبوا السلعه، يعني كيمشيو لبرا، يعني هما ساكنين على ما اظن كان قال لي شنو قال داك الولد، فرنسا، برا فرنسا، فرنسا، يعني الولد اللي تمايا ولد مول الحانوت هو اللي لقيتو كيبيع، قال لي انهم كيمشيو فرنسا كيجيبوا ديك السلعه، يعني الوقيته اللي كيكونوا في فرنسا كيكونوا سادين الحانوت، حتى كيكونوا جايين كيجيبوا السلعه ديالهم كيحطوها يمكن عندهم في شي كراج اخر ديال الدار ديالهم، كيبقاو يجيبوا السلعه وكيحطوها في هذاك المحل وكيبيعوها، ملي كتسالى ليهم السلعه عاوتاني كيسدوا الحانوت وكيمشيو. يعني تقدروا تلقاوه فاتح بالنسبه للناس اللي كاينين في يعني خارج مدينه تطوان، يعني على حسب، تقدروا تلقاوه فاتح تقدروا تلقاوه شاد، اما الناس اللي كاينين هنا في تطوان يعني راه ساهل، اللي غيدوزو غير من تمايا وغادي يعرفوه واش كاين ولا ما كاينش. المهم ما نطولش عليكم الهضره بزاف، قبل ما نخليكم بعدا بالفيديو مع الفيديو ديال هذا الحانوت، كنت تفرجت في واحد اليوتيوبر كتعجبني، المهم تبعاها كنشوف الفيديوهات ديالها، هضرت على فيروس كورونا، شدتني الخلعه انا شويه مسودنه، فقررت انني نبخر الدار كامله بالخزامه وبالشيح، يعني مهم باش حتى لا كان شي ميكروب ولا شي حاجه، خصوصا في ايام البرد راه اصلا خاص الواحد دائما يكون كينقي الهواء ديال الدار بهذا الشيء،
وغندير ان شاء الله واحد الشلاضه ديال الثومه ومطيشه والفلفله، لحقاش الفلفله خضراء اولا حمراء، المهم فلفله حلوه فيها الفيتامين سي بزاف، يعني كتقوي المناعه. انصحكم انكم تكثروا هاد الايام من الثومه، سيرتو الثومه والبصله، وسيرتو الثومه لانها انتيبيوتيك. تبقاو ديروا شلايض هكا بمطيشه والفلفله والبصله والثومه، يعني شلاضه مغربيه. انا الفلفله ما كنبغيش يعني نشويها، كنبغي نخليها خضراء، كتجينا مزيانه كناكلوها. اصلا بناتي بناتي يلا كنجيبوا الخضره كيمشيو يهزوا الفلفله وهي خضراء، كيجلسوا ياكلوا فيها، كيجلسوا يغزوا فيها. المهم عصوبه الشلاضه وعاد نبخر الدار، ومن بعد نوريكم الفيديو. البنات شوفوا فاش كنبخر في مقله، ما عنديش مجمر صغير، ودرت واحد الكارثه تنسالي، ونوريكم الكارثه اللي درت. جيت نحارب كورونا استخدمت واحد الكارثه واحد الديكور عندي. المهم نبخروا بعدا كي وين انا غادي نكمل، نرجع نسخنها بس كتبرد شويه، نرجع نسخنها ونبخر حتى البنات. شوفوا البنات الكارثه اللي درتها في هادي في الاول قبل ما ندير داك الشيح و شنو هي اخرى الخزامه، قبل ما نديرو في ديك المقيله قلت ندير شي حاجه اللي زوينه زعما كاين غنعملو الفيديو. دخلت هذه الكوزينه هنايا، هذا كيكون هنايا واحد لداخل، هذه باقا سخونه هنايا، هذه لداخل ما عرفتش كتبان، ها هي هذه كتزول، ودرتها فوق البوطه تسخنات، وعاد درت فيها الشيح والخزامه باش يبقى يطلع هذاك البخار. وجيت وانا نحطها هنايا على هذه، ملي حطيتها هذه اللي لداخل زلقت ويطيح لي على الزاجة، والزاجة تهرسات. شوفوا الكارثة، شوف مشكلة هاد الزاجة ماشي عادية، فيها هاد الزواق. دابا خصني نديها لمول الزاج ونقولو يعمل لي مراية فيها شي زواق، مشات مسكينة هادي. يوم الكوارث. المهم معليش كتابه ليها اليوم هو النهار الاخر في عمر هذيك الزاجه، ماشي مشكل، كتبت ليها ما عندي ما نعمل. يلا هنايا غادي نخليكم مع هذاك المقطع اللي كنت ديجا صورت في هذاك المحل، وغنقول لكم هنايا السلام عليكم. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، وما تنساوش تاخذوا الاحتياطات ديالكم من هذا الفيروس، والله يبعدوا علينا ويبعدوا على البلاد ديالنا ويبعدوا على جميع المسلمين والمسلمات. مهم كثروا بزاف من الثومه. يلا السلام عليكم. بالنسبه للمحل البنات، جا هنايا في شارع بوجراح، غادي تدخلوا معاه، كاينه هاد لا فارماسي بوجراح هي اللي كاينه في القنص، وهذا المحل. المهم عنده المواعن، عنده الديكورات، هادو كيجيبوهم من برا. طباصال، كيسان، مقالي، لي كاسخول، عندو حتى الآلات الكهربائية، يعني الخلاط، ميكسور. عندو التريات،
وعندو هادو ديال النحاس، فيهم يعني اواني وفيهم حتى ديكورات. معالق، فرشيطات، ماس، طبيسلات صغار، يعني زلافات. هذه آلة كنظن القهوة، هذه بريسة القهوة عنده حتى ديال الزاج. هادو عاود ديال النحاس. كيسان، هادو عاود كيسان ديال الماء ولا ديال القهوة كبارين، عندو ديكورات. ملي سقسيتو قال لي كيجيبوهم من فرنسا، يعني هما عايشين في فرنسا. وهو الصراحة هاد المحل ما كيكونش فاتح ليما، يعني كيسدو حتى كيجيو كيجيبو معاهم السلعة عاد كيفتحو. انا جيت عنده بغيت ناخد واحد النوع ديال الطناجر كنقلب عليهم وديال الجميلات، واحد الاينوكس معين، ساعه ما لقيتوش عنده، كيكون قديم لانه جديد غالي بزاف. هذه الجهه اخرى ديال المحل هي نفس الشيء، فيها المعان ولي ديكو. هنايا مقالي، كاين بزاف الحاجات، كاين ما يتشاف وكاين ما يتشرى، خص الواحد غير يدخل ويقلب. هذه آلة كهربائية كنظن بانيني، عندو عاوتاني هاد السيرفيس ديال هذا، هذه اللي كدير بالبخار، اللي كت يعني كتفور فيها بالبخار.